السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم نورتوني وحلقتنا النهاردة من قناة ياسمنت اليوتيوب. حلقتنا النهاردة مختلفة شوية عن إرما الشقراء، إرما التي وقع في حبها الملك فاروق وهو في المنفى. إرما الشقراء دخلت بسلاسة في كواليس حياة الملك المعزول فاروق. اسمها بالكامل إرما كابيشيو مونوتولو، التي ملأت فراغ الكاهل المهزوم في منفى بإيطاليا في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة ريكاردو كرم للأفلام الوثائقية بعنوان فاروق المنفى. تم استضافة إرما كابيشيو مونوتولو عشيقة الملك فاروق الإيطالية للحديث عن علاقتها بالملك وشكل حياة الملك في إيطاليا بعد تنازله عن حكم مصر. إرما بتقول إن الملك فاروق كان ضيف مع مجموعة من النبلاء في إيطاليا، وتم اختياره كي يقدم الظهور للنبلاء، وكان عمرها في الوقت ده 13 عام. وقالت كمان كانت ضفيرها طويلة جدا وكانت شقراء جدا تصل إلى أسفل ظهرها. فطبعا لما رآها الملك فاروق دعب شعرها وقبلها، ولم أكن أعلم أنه ملك مصر، ما كانتش تعرف إنه ملك مصر. ذهبت إرما إلى والدتها وأكملت قائلة أردت أن أعرف من كان هذا الشخص، ففسرت لي والدتي الأمر وقالت هو ملك مصر السابق. تضيف إرما بعد 3 سنوات في 6 أغسطس كنت قد أتممت 16، ووالدي الأمير ديري كانوزا قدم لي هدية، كانت هديتي عبارة عن إقامة لمدة أسبوع في كابري. ذهبت إلى كابري وقالت كمان ذهبت إلى كابري وكنت أسبح في حوض السباحة، رأني من جديد الملك فاروق فأتى إلي وقبل يدي وقال إنني جميلة وأنه لم يرى قط فتاة بهذا الجمال فشكرته. ثم عدت بعد يومين كي أتناول الأيس كريم، فجاء إلي وقدم الملك لي الأيس كريم. وفي هذا الوقت شاركت في فيلم، طبعا هي بتقول شاركت في فيلم إيطالي مع إدوارد دي فليبو، وذهبت إلى روما للمشاركة في العرض الأول للفيلم. وفليبو دعا الملك فاروق وقال له الملك فاروق طبعا سأتي لأني أعلم أن إرما ستكون موجودة. ومن هنا بدأت قصة إرما مع الملك فاروق واستمرت أكثر من 10 سنوات. كانت علاقة إرما بالملك فاروق علاقة فتحت لها أبواب التعرف على حظوة المجتمع، وسمحت لها علاقتها بالملك بالسفر معه باستمرار ومشاهدة العالم كله ومدن العالم كله. كما سمحت علاقة إرما بالملك كي تنتشر منازلته بعدما انفصلت عنه الملكة عائدة إلى مصر. تضيف كمان إرما وبتقول إن لقاءاتها مع الملك لم تنقطع، وهو ما سمح له بالتعرف على تفاصيل حياته ودقائق أفكاره، فقد كان يسيطر عليه طوال الوقت في المنفى أنه سيعود من جديد إلى مصر ليعيش الحياة الملكية مرة أخرى التي تربى عليها. وتقول إرما كان الملك فاروق يقول لي اسمعي يا إرما، إذا عدنا إلى مصر عليك أن تغيري ديانتك، عليك أن تصبحي مسلمة، وعليك أن تتعلمي اللغة العربية، وإلا لما تمكنتي من الذهاب إلى مصر. إرما كانت بتشير له بالموافقة برغم أنها لم تكن تفهم شيئا مما يقول، وكأنها خيالات تخصه وحده، لا داعي للجدل بشأن هذه الخيالات. ضافت كمان إرما وقالت رغم علاقتنا معا إلى أنه كان يرفض أن أشرب الخمور، وعندما كنت في حفل استقبال شربت قليل من الشمبانيا فأمرها أن هي تذهب سريعا كي تشرب مياه. وأكمل وقالوا أنت لا تستطيعين أن تقبليني لأني احتسيت الكحول وأنا مسلم وأحترم ديانتي. معلش انا واقف الخبر في الجزئية دي لان ليا تعقيب الحقيقة على الجزئية دي، يعني هو الملك فاروق كان بيحترم ديانته ما بيقبلهاش وهي بتشرب الخمور، لكن كان حلال ان هو يقبلها وهي امرأة غريبة عنه. طبعا في ديانتنا ده شيء حرام، والحقيقة الحتة دي فيها يعني انتقاد لتصرفات الملك فاروق. هنرجع نكمل مع بعض الخبر. استمرت علاقة إرما بالملك فاروق منذ 16 حتى 28، كان عمرها 28 عام. وأكملت إرما قائلة لقد كنت نائمة في أحد الأيام وقال لها أنه سيخرج تناول الغداء في أحد مطاعم روما، لم تتمكن من الذهاب معه، لكن بعد دقائق جاء هاتفها يخبرها أن الملك فاروق قد مات في المطعم. وبتقول كمان نزل الخبر عليها كأنه كالصاعقة، حتى ظنت أن الملك مات مسموما لكنها عادت وقالت أنا إيطالية لا أعلم دسائس السياسة ولا يمكنني الحديث والجزم في مسألة موته مسموما. وبكده الخبر يكون انتهى النهاردة معانا، وأتمنى تكونوا عرفتوا قصة جديدة من قصص الملك فاروق وحياته في المنفى. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناة ياسمين في اليوتيوب. انتظروني في خبر آخر من قناة ياسمين في اليوتيوب إن شاء الله.